في بادرة إنسانية ووطنية، وفي ظل الحصار الجائر الذي يفرضه العدوان السعودي على اليمن منذ ما يزيد على 6 أشهر، شارك عدد من شباب المؤتمر الشعبي العام في توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في العاصمة صنعاء والمقدمة من منظمة الإغاثة العالمية، ويستفيد منها نحو 2400 أسرة في بعض مديريات العاصمة. اليمن بتمر فيه عدوان غاشم وغزو خارجي، الله يسيبهم في رسوم الذي دمروا بلادنا، وما احناش محتاجين لهذا كله، لكن قدر احنا قد جيت مساعدات ان شاء الله نغطي المساكن كلهم المضطرين كلهم. عطاء بلا حدود وعمل خيري يعتبر رافدا اساسا من روافد تنمية المجتمع ونبع السبل المشروعة، هذا ما سعت المبادرة من اجله. قمنا بدراسة الأوضاع البيوت الذي هو المستحق والنازح لهذا، فعملنا له حالة من التغذية ويستلم من المدرسة الذي في المكان الموجود فيها. أسفرت جرائم العدوان السعودي عن عملية نزوح ضخمة هربا من الغارات والقصف العشوائي، وها هو العم محمد يؤكد أن الوضع مأساوي والظروف صعبة ولا تطاق. من خدم الصغير والكبير وبيختم الأرض اليمنية بجزاه الله ألف خير، ومن ظلم الشعب اليمني الله يظلمه. الوضع الشيء هذا الله يزيله من فوقنا، هذا الوضع الشيء جاي يحتجون من آخر الدنيا، الله يزيلهم من فوق الأرض. شباب المؤتمر يحملون على عاتقهم مسؤولية المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة بتبني المشروعات التي تحقق تلك التنمية إلى جانب مشروعات الإغاثة العاجلة. يقتلونا بطائراتهم وصواريخهم وحصارهم الجائر، ولكن الحمد لله بتكاتف الرجال الأوفياء في اليمن بشكل عام استطاعوا رفع المعاناة والتساعد والتراحم فيما بيناتهم والبين. إيمان مبدئي من الشباب الصاعد بأن الإنسان هو أصل التنمية في المجتمعات، وأن تطوير دورها وعدم حصره في الإغاثة فقط بل يشمل التنمية وهو سبيلها للمساهمة الحقة في تنمية المجتمع ونهضة المواطن. سامي الحجري، اليمن اليوم.